زين اوكي دفعة ثانية. دكتور لو هل في مؤشر كمي لتحديد الطبقة الوسطى؟ ما تسمع؟ هل في مؤشر كمي لتحديد الطبقة الوسطى؟ وإذا في ما هي عيوبها التحديد هذا الكم؟ وهل الطبقة هل تتكلم بس عن البحرين أنا أس؟ وهل الطبقة الوسطى في البحرين طبقة واحدة لو عدة طبقات؟ وهل في ستاتستيك يبين كنسبة كم تشكل نسبة الطبقة الوسطى أو إذا خلال يعني آخر نسبة حديثة أو إذا عندكم هيستوريكال داتا على 5 سنوات اللي راحت؟ شكرا. السلام عليكم. نشكرك دكتور. عندي سؤال، هل يعني على الدول المجلس التعاون عنده رؤية أو يعني خلال 2030 هل لديها رؤية في تغيير سياسته من جانب الطبقة؟ يعني أن الطبقة الوسطى شيء مهم جدا على مر العصور، وأيضا هناك يجب أن تغير من جانب العمالة الأجنبية، يعني أن لا تعطي فرصة لهم أنه يعني ينقلون أموالهم إلى الخارج دون فرض ضرائب عليهم. فهي شيء نقطة مهمة. شكرا. يعني أنا نشكر طبعا يعني دكتور، يعني أنا كنت تمنيت لو كانت يعني تصير ندوة يعني عن الطبقة العاملة، يعني الطبقة الوسطى احنا هني في الكويت غير في البحرين. الطبقة الوسطى اللي في البحرين اللي هو أو الطبقة البرجوازية يعني غير واعية ثقافيا، يعني يختلف عن الكويت. الكويت يعني الطبقة الوسطى واعين سياسيا، يعني في البحرين الشارع واعي سياسيا والطبقة البرجوازية غير واعية سياسيا، يعني باختلاف الكويت. يعني الكويت وعي الشارع غير واعي في الوقت اللي الطبقة الوسطى واعية أفضل من الشارع، يعني اختلاف. يعني هو يعني الدكتور ما تحدث عن الكمبرادور اللي هم الوسيطين ما بين الرأسمالية وما بين الاسم اي وسطاء طبعا. يعني في يعني كنت يعني اتمنى انه يكون يعني يشمل الندوة حديث عن الطبقة العاملة. يعني شكرا. الميكروفون الى الرفيق عبد علي. ما ادري هل هو توارد خواطر يعني ان سيد جعفر يعني الطرح اللي بغيت اطرحه انا، يعني انا ما ادري يعني الطبقه الوسطى يعني مفروض في ناس هم يتحكي يعني هم ناس من الطبقة الوسطى يتكلمون عن طبقتهم هم يعني. يعني أنا كمل يعني الطبقة العاملة فأكيد بنحاسب الطبقة العاملة، إحنا مع الأسف الدكتور جعفر يعني ما أعطاها حقها، يعني سماها الطبقة الدنيا مثلا الفقيرة ما شابه ذلك، يعني مع العلم هي اللي صايرة تحت القاعدة، يعني الكل يعتاش عليها، يعني سواء الطبقة الثرية أو الطبقة الوسطى أو مثلا رجالات الدين او مثلا الحكام مثلا. الطبقه الوسطى يعني احنا ليش نحاتيها؟ يعني خلي هي تحاتي روحها، اذا عندها مشاكل خلي تحاتي روحها. يعني احنا نشوف احنا مثلا في البحرين اللي عندها مشاكل اللي هم الطبقه العامله هم اللي عندهم مشاكل من يعني الطبقه المالكه او التجار ياكلون فيهم، واللي يدافعون عنهم ما قاعد يدافعون عنهم بشكل صحيح كاتحاد العمال وغيره كنقابات حقيقيه. هذه الطبقه اللي مفروض يعني الواحد شوي يحاتيها، لان هي اللي تنتج، هي اللي تقعد من الصبح وتروح تعمل، الكل يعتاش عليها. اما الطبقه الوسطى يعني طبقه مرفهه، صدق واحد يقول تعبوا على روحهم وهي اوكي ما اعلم، بس شنو ردوا للمجتمع؟
هنا السؤال يعني هل ان بعد الدوام بس يروح لي يعني في مجمع مثلا وعيال يصرفون 40 50 دينار مثلا على العابهم مثلا، ام انه يرجعون يخدمون المجتمع اللي انطلقوا منه؟ كثيرين من الطبقه الوسطى طلعوا من خلينا نقول مثلا من البيئات فقيره مثلا سواء من القرى او من المدن مثلا، هل رجعوا للطبقه الاصليه مالتهم كعمل تطوعي كعلاج طبيعي اذا كانوا دكاتره او كمهندسين مثلا يقدمون خدمات مجانيه مثلا؟ فاحنا يعني اللي يجب ان نحاتيهم نحاتي الطبقه العامله والطبقه الفقيره اللي هي الطبقه الدنيا، اما الطبقه الوسطى وين هي في الازمات؟ شكرا. الظاهر يرد الدكتور. لا هو صار في سوء فهم، صار في سوء فهم لمفهوم الطبقه الوسطى. لما مفكر اقتصادي او اجتماعي يتكلم عن حمايه الطبقه الوسطى، هو بما معنى هو يجب ان تكون هذه الطبقه عدد افراد وحجم هذه الطبقه اكبر من الطبقات من الفئات او الطبقات الاخرى. بما معنى يعني قلص الطبقه الفقيره، قلصها وخلت تروح تلتحق بالطبقه الوسطى، ها معناتها حمايه الطبقه الوسطى. بما معنى لا تخلي افراد المجتمع فقراء، خلهم متوسط الدخل. قلص الطبقه الفقيره، كل ما قلص الطبقه الفقيره بتروح تلتحق بالطبقه الوسطى، ها معناتها حمايه الطبقه الوسطى. لا لما نتكلم عن حمايه الطبقه الوسطى وليس مدحا في الاثرياء، ليس مدحا في الاثرياء وليس مدحا في متوسط الدخل، انما هو حمايه للطبقه الفقيره. شلون تحمي الطبقه الفقيره؟ شلون تحميها؟ شلون تحمي الفقراء؟ حول الطبقه الوسطى، حول المتوسط الدخل. هذا معناته اما بنحمي الطبقه الفقيره معناته نعطيهم منح ومكرمات وهذه ونخليهم على المستوى، لا مو حمايه للافراد، لا حول هذه العوائل الفقيره، حولها خلي يكون عندها دخل، خلي يكون دخلها متساوي، خلي يكون غالبيه المجتمع يكون على اقل تقدير دخله متساوي مع المصروفات مع الانفاق ماله. هذا على اقل تقدير غالبيه المجتمع نقول. ولما تقول حمايه الطبقه الوسطى معناته حاول تزيد تحميها، يعني معناته شنو؟ حاول تزيد عددها وحجمها من خلال نقل الفقراء الى هذه الطبقه. وانا بضيف الى الدكتور، بالفعل هذا ما كان موجود اذا قلنا الحمايه الاجتماعيه في الدول الاشتراكيه انذاك، يعني بحيث ان كانوا الرواتب العمال اكثر من الاطباء والمهندسين، لذلك كانوا يريدون نقل اللي هو الطبقه الفقيره والطبقه العامله من يعني اجور متدنيه الى اجور اعلى والى مستوى اعلى من ناحيه الرفاهيه الاجتماعيه. الان الكلمه الى الرفيق حميد خنجي، تفضل. شكرا دكتور صايغ، يكفيك فخرا انك اصبحت نجما متعلقا في ندوات من التقدم وما تثيره من نقاط إشكالية وعلمية ومعقدة جدا. هذه تخلي طبعا أنت تساعد بشكل من حيث لا تريد أو من حيث تريد أيضا، إن معشر التقدم يفكر من في المسائل النظرية الذي يدعي أنه يعني ضليع فيه. خلينا نقول الغريب ان الحضور ذكوري الليلة 99%، وهي ملاحظة غريبة. تعقيب الرفيق فاضل ومقارنته بما كان يجري في الاتحاد في المنظومة الاشتراكية لرفع مستوى الكفاءة العمالية وبما يجري للطبقة الوسطى هنا، تعقيب يعني أعتقد غير دقيق، وهذا موضوع ثاني ما بيتكلم فيه الآن، إن شاء الله نتكلم مع بعض لما نقعد مع بعض. أولا أريد أن أبدأ
بالأبجديه الكلاسيكيات. من المعروف ان المفهوم الطبقي، طبعا الطبقه كطبقات اجتماعيه هو عمرها يمكن مئات والاف السنين بين الفلاسفه والانتليجنسيا والى اخره، كل في عصره. لكن الطبقه كطبقه لم يتخذ شكلا وفهما علميا الا على يد ماركس، حقيقه لم يتخذ هذا الشكل الا على المفهوم الماركسي للتشريح الطبقي، وبالتالي العلاقة بالسوسيولوجي والعلاقة بالبوليتيكونومي كما يمكن الدكتور يمكن على دراية أكثر مني في هذا الموضوع. الذي يحدد موضع الطبقة ليس كم من الثروة أو كم من السيفتي عنده في البنك، الذي يحدد موضع الطبقة هو مكانه في الإنتاج. مكانه في الإنتاج. الطبقة الوسطى مهما كانت كبيرة أو صغيرة تتقلص وتتوسع، لا تنتج فيض القيمة. هي تشتغل في الخدمات، تشتغل في السبيكوليشن، تقتات على الجانب الريعي في الاقتصاد أساسا، خاصة في الدول الضعيفة والتخوم، يعني الخليج وغيره، العالم الثالث يعني الذي تدريجيا يتحول إلى العالم الثالث. حبذا لو كان الدكتور كان فصل شوية، يعني الموضوع اللي نتكلم عنه في إشكاليات في الترمونولوجي حقيقة اللي يجب أن نتفق قبل أي شيء آخر. حبيت لو هو على سبيل المثال شخص المنظومة الاقتصادية الاجتماعية الثقافية القائمة اليوم في العالم، وهي منظومة رأسمالية متطورة جداً في العالم المتقدم، وأيضا هي منظومة متقدمة في الرأسماليات الجديدة في الهند والصين وروسيا وجزء من أمريكا اللاتينية إلى آخره. تشريح وفهم هذه المجتمعات سيجعلنا نفهم بشكل أوضح وأكثر علميا ودقة تشريح مجتمعاتنا التابعة، والتي تتسم أساسا باقتصاد خدماتي وريعي. وهذا مهم جدا، لأن بدون يعني على سبيل المثال احنا تكلمنا والدكتور تكلم عن الفقر، الفقراء والأعلاس الحاكمة والنبلاء، لا وجود الآن للنبلاء في المجتمع الرأسمالي العريق المعاصر. في عائلات تتكون من مئات الأشخاص، هم عبارة عن رموز يعيشون، يعني البرجوازية الكبيرة مخليهم لمصالح معينة كواجهة في المجتمعات الملكيات الدستورية في أوروبا الغربية. هؤلاء لا يحكمون. اختصر رفيق الشيخ، انا اشرح هاي مهم الشرح. لا يعني لا شرحك جميل بس والا ما يفيد يعني. يعني يعني الذي يحكم اليوم هي الطبقة الرأسمالية الكبيرة في العالم، وهي التي تهيمن في امريكا واوروبا واماكن اخرى من العالم. نعم التخوم النفطية لها دور مادي مالي، تشتري تبيع، ليس لها هذاك الدور العالمي في الاقتصاد العالمي فيما يتعلق بتدوير فيض القيمة. فيض القيمة هو أساس ثروة الأمم، وليس السيفينج هو ثروة الأمم. بدون هذا المفهوم لا يمكن احنا نتفق على تفتيت المجتمع
المعاصر، يعني ما بيختصر بس بالسرعة مثلا شنو قال؟ إيه هاي قلنا. طبعا بالنسبة للطبقة الوسطى لا بس هذه أكمل شوي إذا تسمح لي رفيق فاضل. الطبقة الوسطى صارت موضة في السنوات العشرة والعشرين الأخيرة كطوق نجاة، وكأن كلما زادت هذه الطبقة كلما ثروة الأمم زادت. أنا أعتقد العكس هو الصحيح، كلما زادت عددا وعدة الطبقة العاملة وبالتالي تستطيع أن تدير فيض القيمة، يعني تبيع قوة عملها، من هنا تأتي الثروة الحقيقية. وأعتذر لأن الموضوع طويل ومعقد وبالفعل في حاجة إلى يعني هني الميكروفون عند الأستاذ أحمد ملوك. مشكور ما قصرت، مشكور. شكرا دكتور جعفر على هذه المعلومة. أعتقد صار في نوع من اللبس مثل ما أنت استفتحت شو اسمه. هو القضية فعلا بغض النظر عن الطبقة الوسطى من يفسرها كيف يفسرها وشنو معناه ومثل ما راحوا فيها، لكن المحور الأساسي فيها ما هي تأثيرها على الاقتصاد. يعني أنت ممكن تكون عندك طبقة كادحة لكن ممكن تكون هي متوسطة بعد شريحة هذه. هذا لا يعني أنت عندك ثري، عندك فقير، عندك ناس الادخار مالهم يقضي حاجاته وممكن يشتري حتى أشياء كمالية غير الضرورية. هذا ينعش السوق، هذا يحرك السوق، هذا يخليك فعلا تفكر فيه، لأن هاي اللي بيشتري الفقير مثلا بيشتري عيش، وإذا بيشتري شيء من يعني الأمور أخرى يحتاج يمكن مرة وتالي يمكن يفكر يشتريه في حياته مرة ثانية أو لا. فهذه لا تأثير شنو على السوق، ما بيكون لذاك التأثير. فهذه أعتقد يعني بس كبداية في هذا الموضوع. بعدين تعال الطبقة الوسطى يعتمد على وجوده في ظل أي نوع من الأنظمة، يعني إذا هي موجودة في الأنظمة الاشتراكية بحيث أنه يكون الدخل والآخرة الحكومة تتكفل به أمور أخرى كذا، هذه غيره. طبعا دائما الحكومة هي المسؤولة، لكن هذه تأثره وتغيره يختلف لما يكون في نظام اقتصادي حر، أو خلنا نقول نظام رأسمالي في حرية الهادي في مسألة زيادة الربحية بالنسبة للأفراد قبل النظر حق المؤسسات. لا طبعا هذه غير، هي تأثر عليه أمور كثيرة، ومنها مثلا التضخم يأثر على دخله، يصير لك جماعة من الوسطى يودي من الفقراء، يعني يصيرون يعني الطبقة الأخرى. يبقى شيء واحد، إن بعد النظام دي مثلا النظام الريعي أو حتى النظام الريعي الغنائمي، هذه بعد ما تعطيك فرص كثيرة، يتحدد لك عدد الأثرياء يعني حفنة قليلة، عدد معين قليل. لأن المشكلة في هالحالة هذه الأنظمة هي اللي تختار، مو تصنع، هي اللي تختار طبقتها الوسطى. بمعنى أنا أبي من أخلي يكون حالته مريشة وكي وأمور هذا، هاي تتدخل في الموضوع. أنا ما أبي جماعة فلان، ومثل ما نعرف حتى ساعات تصير أدوارهم إن يشيلون واحد من معدم إلى مو بوسطى، وسطى وثم حتى ثري. والعكس صحيح، ممكن أخذ واحد ثري وقطة أنا ما عنده ياكل يعني. فهذه لها علاقة بسياسة الدولة والنظام الريعي والآخرة، يعني هذه يعني شو اسمه. أما إذا بتشتغل صح أنت في الأخير إيش تبي؟ تبي تنمية مستدامة، عشان أنا أختصر، أنت تبي تنمية مستدامة، ألا وهي إذا أنت وفرت التعليم الجيد اللي أنا فعلا عندي شعب متعلم ممكن يبتكر ممكن ينتج ممكن يخلق، هذه واحد. اثنين، إن أنا فعلا عندي فرص عمل متنوعة تخلق لي فرص عمل، ما عندي ناس عاطلين، ما عندي ناس هذه، هاي ليه معشر البطالة وما بطالة والآخر، هاي ليه تأثير. عشان أنا مثلا أنتهي بشيء آخر اللي هو أنا عندي، لأن أنت إذا عندك تعليم بتنوع مصادر دخلك، وإذا نوعت مصادر دخلك خلقت أنت فرص عمل.
هذا أنا أعتقد خلاصة المثلث هذه اللي هو يوصلك إلى التنمية المستدامة، إنك تشتغل صح. لا كذا بتشتغل إن هذه عدل حالة وهذاك عدل حالة ومعتمد على برودكت معين وهذه نعم مثل ما ذكر الدكتور أمور كثيرة دخلت في هذه السالفة هي تأثر على الاقتصاد مالك بحيث إن أنت ما تقدر تغطيه. أنا أعتقد هي الصورة صورة الطبقة الوسطى هي تتمحور أو يعني تختصر في مسألة الاقتصاد وكيف الاقتصاد مهما يحدث فيه شو بيأثر عليه وأهو شنو ممكن يأثر في الاقتصاد. أنا أكتفي بهذا القدر وشكرا. هي أسامي ثلاثة يعني اللي هو منصور حسين وعبد علي وأحمد منصور. الرجاء الاختصار جدا. عبد علي تكلمت الآن الكلمة إلى منصور حسين تكلم عليه بعد. الرجاء اختصر لأن ما عندنا إلا 15 دقيقة الحين بس 15 دقيقة يعني. صوت بالنسبة للطبقات الوسطى الطبقة الوسطى تحديدها نظريا صعب لأن الطبقات أصلا غير ثابتة يعني متحركة بتحرك ونمو الاقتصاد. فالدول الصناعية الكبرى اللي عندها اقتصاد متطور يتبعون أساليب تطبيقية لتحديد الطبقات وبالتالي في كل سنة أو 5 سنوات يجمعون عندهم الداتا المعلومة ويقدرون يفرزون الطبقة الدنيا والطبقة الوسطى والطبقة العليا. على سبيل المثال الدول الصناعية طبعا عندها خدمات عندها شركات ومؤسسات كبرى كوربوريت عادة هذه مشغولين فيها من طبقة الأغنياء. الطبقة الوسطى مثلا الشركات والمؤسسات التأمين وغيرها والبنوك يبيعون خدماتهم على أساس الشركات هذه تبيع خدماتها تروح لمن عنده القوة الشرائية عشان تقدر تبيع خدماته. وعلشان هاي هم يقومون بعمليات دراسات للمجتمع بالاستعانة بالمعلومات الداتا اللي عندهم بالاستعانة بالداتا اللي عند الدولة. فبيروحون يدرسون أول شيء الوظائف من هو مهندس من هو معلم من هو مدير شركة من هو مدير صغير نص يشتغل وظيفة السوبرفايزر الدخل الشخص أي شخص واحد. كل الشركات عندهم داتا يجمعون هاي الداتا بعدين يقومون بعملية تسويق. تسويق لمن يتوجهون مثلا أنا بتوجه للطبقة الوسطى لأن هي طبقة واسعة مثلا في بلد نامي كبير. أنا بتوصل لهاي المعلومات من خلال هاي الداتا أقدر أحدد معالم الطبقة الوسطى وأحط أفرج دخلها من كذا إلى كذا وتعليمها من كذا لكذا هذا بيضمن لي أن هذه في الطبقة الوسطى. عادة الطبقة الوسطى أكثر استهلاكية وعندها قوة شرائية كبيرة على عكس الطبقة الغنية منتجاتها محددة very luxury وعند الطبقات الدنيا ضعيفة قوتها الشرائية محدودة. وبالتالي الطبقة الوسطى طبقة متحركة ما نستطيع نعرفها نظريا إلا من خلال المسوح الاقتصادية والمعلومات في المجتمعات الحية. شكرا. شكرا. شكرا للمحاضر. شكرا لمدير الندوة. الحقيقة يعني حسب إحنا ما فهمنا يعني الصراع الطبقي ويعني فلاسفة الصراع الطبقي حددوا لنا طبقتين، طبقة الفقيرة المعدمة، الطبقة الكادحة وطبقة الأغنياء. الحين إحنا يعني في زمننا هذا يعني جد دول وفي نفط وفي يعني سهولة إنتاج وثراء سهل وكذا زين. مثل الحين دول الخليج، هاي دول الخليج شو احنا نصنفها؟ يعني هذه ما جيت حسب التصنيفات الاعتيادية او المفهومة في العالم.
اجت ثروه نفطيه وبدو وناس اميين وناس كذا وامتلكوا الثروه، تلقى واحد امي ما يقرا اسمه يمتلك ثروه وش كبرها. زين يعني بالنسبه للطبقه الوسطى وجودها ضروري. ترى صمام امان، انت قلت صمام امان، كنت انا اراكم متى هل انت بتقول هاي الكلمه او قلت انه صمام امان؟ هو بالفعل هي صمام امان، صمام امان للاستقرار الاجتماعي والامني، و يعني كل ما يعني ازدادت دي الطبقه الوسطى امنت يعني عدم حدوث قلاقل ومشاكل في المجتمع. بس انا الحين بوجه لك سؤال، هل يعني ما تراه في البحرين الان هو اضمحلال او يعني قله او يعني قصور في الطبقه الوسطى؟ وهل يعني النظام الحاكم لا ما يعي يعني تقلص الطبقه الوسطى؟ وهل تقلص الطبقه الوسطى في صالح النظام ام لا؟ شكرا. الساعة 10 لازم ننهي. رجاء عبد العلي تكلمت واختصر. أنا بس عندي توضيح، يعني إن ما أعتقد إن هي دعوة طباوية إن إحنا نقول يا حكام مثلا يا حكومات عقوا الشعوب عشان يصيروا طبقات وسطى يعني. يعني بس أنا جي حلو بالنضال الطبقي يعني، إن في صراع طبقي في طبقات، الطبقات شنو تناضل، كل طبقة تدافع عن نفسها. زين؟ مستحيل ان الحكومات هي من نفسها تعطي مثلا، وان عطت عطت كمخدر يعني، نفس ما يصير في هالدول اللي عندنا، رجل الدين يدفع مثلا خمس ولا زكاه حق اي احد تسكيت لا اكثر ولا اقل، مو تحسين اوضاع يعني. والحكومات نفس العمليه لما تعطي مثلا غلاء ما غلاء 50 دينار 100 دينار هاي كلها تسكيت وتخدير. زين لان الطبقه تضل على ما هي. بالنسبه لحسن بيت الرفيق فاضل قال يعني هناك يعني جاء نتيجة إن حنو نضال وصراع وثورة يعني، زين فتحققت المطالب إن العامل يعني يكون وضع أوكي، عند تعليم مجاني، عند حضانة حق عياله، عند مستقبل ظاهر وهاي، زين فلا نفقد الحلقة المفقود يعني، نركز على الحلقة هذه يعني إن تحسين الأوضاع يصير بالصراع يعني بالنضال بالمطالبات يعني، وليس بال الطبقة العليا اللي هي المالكة أو الحاكمة هي اللي تعطينا عشان إحنا نسكت عشان ما يصير مشاكل مثلا. شكرا. واحد يعني طبعا الطبقة الوسطى مثل ما حددوها يعني الشرائح موجودة في مجتمعنا، شرائح يعني تمثل الطبقة الوسطى، كبار المهندسين، كبار الأطباء، كبار المسؤولين، كبار المتنفذين، هاي اللي دخلهم عالي جدا. لكن هل هذه الشرائح دي تلعب دور في الاقتصاد؟ أنا أشوفها يعني شرائح كسولة جدا، لا تنتج، لا تعتمد على الانتاج ولا تعتمد، تعتمد على الاستثمار، استثمار في السيفنج والودائع ودخلها يزداد من خلال هذه الودائع، فهي طب يعني شرائح كسولة. لا نعم التنمية تخلق طبقة وسطى، التنمية بس هل التنمية يعني الدولة هي تصنع الطبقة الوسطى؟ لا الدولة لا تصنع الطبقة الوسطى، الدولة تدفع في هذه، لكن الطبقة الوسطى نتيجة الصراع ونتيجة كذا، نتيجة الظروف، نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي تنخلق طبقة وسطى. كلما زادت بالفعل، تأكيد على كلام الدكتور، كلما زادت الطبقة الوسطى قلت شرائح البرجوازي المسحوقين والفقراء وإلى، وكلما قلت زادت هذه الشرائح، فمسألة صايرة نوع من الطردية يعني. طبعا في الاقتصاد كل ما يدهور الاقتصاد احنا نقول ما هي المؤشرات القادمة لما يصير الاقتصادنا يوصل الى مثلا مدخول النفط 10 دولار
أو 12 دولار. الوضع الدولة جدا سيء. ما الذي سيحدث بالنسبة للشرائح الوسطى؟ هذه مسألة طبيعية جدا أنها ستندثر، ستغيب عن الأرض وتزداد كمية القادم. على فكرة الطبقة الوسطى قريبة للسلطة أقرب منها إلى الشرائح الأرض. دائما الأنظمة تعتمد على الشريحة الوسطى دائما في تحالفاتها. شكرا. دكتور جعفر. طبعا اغلب المداخله هل هناك مؤشر يحدد الطبقه الوسطى وكم نسبه الطبقه الوسطى؟ طبعا قلنا ان المؤشر يعتمد على معيار الدخل ومعيار الانفاق ومعيار الدراية والمعرفة، هذه اعتمدها البعض في هاي. كم نسبتها تختلف من دولة إلى دولة، ولكن في مجتمعاتنا حددتها تقريبا يتفاوت ما بين 45 إلى 65%. ليس إحصائياتي والإحصائيات اللي وجدتها في هذه، ولكن نفتقر إلى المعلومات الكافية في تحديد حجم الطبقة في دول الخليج. هل هناك رؤية في تغيير دول مجلس التعاون في سياسة تجاه الطبقة الوسطى؟ يعني الطبقة هاي السياسات اقتصاديات دول المجلس يعتمد بشكل كبير على دور الدولة في من خلال ضخ السيولة في هاي، وأعتقد احنا سوف ننجح في حماية الطبقة الوسطى عندما تتنوع مصادر دخلنا ونكون قادرين على تحمل انخفاض أسعار النفط في جميع الأوضاع والحالات. بالنسبة للرأسمالية والاشتراكية، طبعا هذه الكل يرى حسب اعتقاده، ولكن أنا أرى بأن عبر التاريخ لم يكن هناك نظام رأسمالي ولم يكن هناك نظام اشتراكي بمعنى الكلمة. النظام الرأسمالي لم يكن هناك رأسمالي، النظام الرأسمالي اعتمد على أدوات وليس اعتمد على السوق، على قوة السوق لحماية الطبقة الوسطى، اعتمد على أدوات. لا زال في الدول الرعية يعتمدون على المساعدات والمكرمات وما شابه ذلك. في الدول الرأسمالية يعتمدون على أدوات أكثر تقدما، مثلا على سبيل المثال هناك مثلا تأمين ضد التعطل، أي واحد ينتهي من ثانوية ويبدأ البحث عن عمل يستلم راتب، هذا حماية له، يكون عنده راتب. يعني ما في هناك عندهم قوانين يضمن أي واحد يدخل يبحث عن عمل يبدأ يكون قادر على الحصول على دخل معين يكفيه لتلبية احتياجاته الأساسية. وهناك كثير من الأدوات التي هذه الأدوات يعني أدوات تحمي بعض الأسر أو بعض الفقر من أن يكون أو تحمل الأسر الفقيرة يعني. ولذلك أنا أعتقد أدوات يعني تستخدمها لمواجهة قوى السوق. ولذلك عندما يترك النظام السوق، عوامل السوق تعمل لوحدها، سوف يخلق أسر كثيرة من الفقر، وهذا ما شاهدنا في كثير من الدول. هناك في سواء كان في دول مجلس التعاون أو في البحرين أو هاي، يعني ردا على السؤال هل هناك في البحرين اضمحلال في الطبقة الوسطى؟ عندما تكون هناك أزمات اقتصادية تتقلص هذه الطبقة، وعندما ينتعش الاقتصاد تتسع هذه الطبقة.
وأخيرا أريد أؤكد أن حماية الطبقة الوسطى مثل ما قلنا على أساس نكون نستنتج في النهاية إلى مفهوم صحيح، أن حماية الطبقة الوسطى هو حماية الأسر من الفقر يعني. ولذلك عندما تحمي هذه، عندما تعمل على توسعة هذه الطبقة، أنت تعمل على تقليص الأسر الفقيرة وتجعلها عندها قدرة شرائية، قدرة عندها دخل يحميها من الفقر. وهذا ما هو هدف كل الدول وهدف كل الأنظمة الاقتصادية، أن تكون هو تحويل أو تقليص الطبقة الدنيا، الطبقة الفقيرة يعني. ولا ليس هي الطبقة العاملة الكادحة، الطبقة الفقيرة ليس عاملة كادحة، على الرغم أنها قادرة على العمل لكن ما عندها ما عندها عمل. الطبقة العاملة الكادحة التي تعمل وتشتغل وهي الطبقة الوسطى، هي في الواقع التي نجحت من حصول خلال الحصول على عمل والحصول على هاي. الطبقة الغنية بتكون مظلومة، بتكون يفترض أن تعمل الدول على اتباع سياسة معينة لرفعها من الطبقة هي التي فيها الفقر وتحويلها إلى طبقة وسطى قادرة على عندها لديها قوة شرائية وتستطيع أن تحصل على احتياجاتها الأساسية. هذا ما أردت أقوله، وشكرا لكم جميعا. قبل الختام لدينا إعلام سريع من لجنة المتقاعدين في المنبر التقدمي، تدعوكم إلى اجتماع عام يوم الخميس الساعة 10 صباحا في مقر التقدمي، ولكم جزيل الشكر. مرة ثانية نشكر ضيفنا الدكتور جعفر الصايغ رئيس جمعية الاقتصاديين على هذه الندوة القيمة وعلى تفاعل وتداخل الحضور، ونشكركم وتصبحون على خير ونلتقي بكم في الأسبوع القادم. شكرا لكم.